لم يمر خبر إقالة مدرب بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي مرور الكرام، فإدارة النادي البافاري ضاقت درعا من المدرب الإيطالي واستغنمت خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان لإقالته. وبعد الاستغناء عن الإيطالي، ظهرت إلى العلن العديد من الفضائح التي رافقت مسيرة أنشيلوتي مع البافاري، فعبر في الأيام الأخيرة العديد من اللاعبين عن اعتراضهم الدائم من طريقة قيادة أنشيلوتي للمباريات ومن تمارينه التي لم تنل رضاهم، حتى وصل بهم الحد إلى إجراء تمارين سرية من دون علم المدرب. وجاء تصريح روبن بمثابة قنبلة حين قال مستهزئاً أن ابنه يخضع لتمارين في أكاديميته أصعب بكثير من التمارين التي يزاولها هو مع الفريق البافاري. حالياً يرتاح أنشيلوتي من ضغوطات البايرن ولاعبيه، فسافر إلى القدس للمشاركة في حفل خيري للأطفال، وكان قد قرر الابتعاد عن كرة القدم لمدة 10 أشهر بالرغم من إلحاح ميلان الشديد على استقدامه. فما سيكون مصير أنشيلوتي؟ وهل فشله في البايرن سينعكس سلباً على مستقبله التدريبي؟